شفتوا غمازة هذه؟ شفتوا البسمة الحالة خلا غمازة البسمة عليه الحرام انها مدخلت بنت عنايها مركزين 8 شهور. كلبان صدنا صدنا هذا كلبان اللي انا اقوله لكم. طب كحلي والله ما حيكفي. وشو اللي ما راح يكفي؟ لازم تشيل هذا تطلع ذا. لا تشيله لا تشيل الكلب كبير ذا. خلاص حبوبه فين يركب؟ اول شيء حاط كلب معك في السياره بيحرسك. لا مو شغلك مو شغلك عجبك ولا انقلع كذاب. طب دقيقه اصبر نحل المشكله. والله ما يكفي لازم تشيله. لا 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 ما تغلط انت ما تدري الكلب هذا بالنسبه لي ايش هذا افضل منك الكلب يا ابوي ايش هذا سدد لك ديون الكلب ده. لا تمسكني كذا يا كحلي عشان لا اعورك هذا حبوب واحد سامع ولا لا مدد على مين ذا يحس ابنا كلنا ماكلين ترى شربانين ابدا كلنا نشرب ترى وناكل الكلب هذا حيحلني ايش الكلب مهم مره يحبه ترى الكلب ده بالنسبه لي احسن منك يا تعبان هذا اذا هذا ما في له روح اذا في له روح ايش يسوي يعني من ولا له اسم ترى لا تعفس وجهك ايش اسمه كحلي ايش اسمه بوبي بوبي يا بوبي انت مقتنع ايه مقتنع اسمه بوبي يعني ما يجي معانا تخيل الحين احنا نبغى نروح مع كحلي طيب بس انه حاط دبدوب كبير في السياره ما يكفي يقول طيب. ارجعوا طيب روحوا معاي انا طيب صفوه. شوف شوف صفوه 10 اشهر هنا موجود ما يتعلم لا تطلع معايا طيب روحوا معايا يا ابوي جيب الدبدوب عندي طيب جيب الدبدوب عندي خلاص اطلع معايا لا لا ما يطلع من السياره لا ما يطلع من السياره حطه في سيارتي انا يا ابني يا كحلي تسمع الكلام ولا ما تسمع الكلام؟ من اذني انت مدرس؟ ايه امشي من هنا بلا كلام من اذني؟ يا يا ترى والله العظيم انا ترى شرف ترى خلاص يا عسل شايس لا 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 الحركه دي اعرفها لا 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 شبكت لك لا عدل لك مره خلاص قعد خلاص امحيلك الحروف خلاص خلاص بنروح مع ثامر بنروح مع ثامر خلاص بنروح مع ثامر ايوه الكلب انه ما حيحركه ايوه طب حخليه في حضني ايوه الكلب حخليه في حضني ما تطلع معي في السياره كبرت يعني ايوه كبرت امشي في سيارتك يا ابني خلاص يا اسف لا لا تمسك راسي لا تمسك راسي والله ما عاد استناك والله والله ساعه عيب ورب الكعبه عشان انا كنت ايوه اشوف الشيك ذا اشوف والله هو سبب التاخير اشوفه اشوفه والله ساعة يا جماعة انا جالس على الكرسي عشان ما معانا سيارة هذه دق لي ما علي ما لك صلاح فيها ما قصد انا قصدي انه امشي اسوق سيارة ما استنى احد ايوه ما استنى المنة من احد ما تستنى المنة ما نستنى بس نشوف لعل وعسى في شيء ولا شيء خوي في فترة هذه والله انه يفداك طيب الله يرحمه والله ولا يغلى عليك ابو داود طيب ايش بك تحط تقوله وتحطه في جيبك والله العظيم انا يا ولد دفتر اجيب لك طيب قل لي طيب الرقم فوق ولا تحت ولا وسط والله كويس يعني كويس حق ثامر عارفه انا خلاص يعطيك الله يبارك لك يا رب امين يا رب امين ما تجي الثاني الله يبارك لك يا رب ويزيدك من وازع فضلك تستاهل والله الحين ربي رزقك الله يبارك لك ولكن في ناس كانت تستناك ساعه تحت طيب والله انا اسف اللي تاخرت يا عيال ايوه يعني على الاقل يعني ها للاسف ما يكفي ايوه يكفي الاسف حبوبه للاسف ما يكفي لازم بعد الاسف رضوى حبوبه ايه قسما بالله ومن حضر القسمه فليقتسم يا شباب انا تاخرت عشان الشيك الشيك هذا ايوه طيب خلاص كلنا نتاخر اخوانك احنا ايوه ايش على خفيف على خفيف على خفيف ايش تبغى تامر اخوانك احنا تامر لا تشوف يا اخي ابو علي ابو علي انت ما قد قسمتني ولا بشيء ما قد قسمتني ولا بشيء ايوه يا ايوه تامر تامر ها ربي يبارك لك والله 500 250 250 ايه ريال ايوه 250 ريال ايوه يعني ما في ولا شيء تامر اخوك يا تفاجئ تامر لا ما حقف انا قبل ما انا تامر خليني اصب واسوي له اي شيء نايس تو ميت يو اسامه حبوبه هذا تيست هذا مو تيست هذا عشاء لا والله تيست لا هذا عشاء والله والله تيست لسه ما سيدكم تعزموني بس بلفه ما عزمتك انا عزمناك تفضل يا اسامه انا اللي عزمني كحلي اسامه باي لو عندك هرجه بتطول لسانك لا 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 ليه ليه شحنت الامور عندك شيء وربي ما تكلم لا انا كلب كلمي ايش قلت لك ايش قلت لك انت اللي تقولها هو هو ولا مو دقيقه دقيقه انا ضايف عندك يقول لي كلب قول بداله هو هو مين اللي قال انت اللي تقول مخويك ولا لا قول لا
تسوي مشاكل مع الناس عشان لا تهور عليهم. اقول لك قول هو هو. قول ايه؟ لا والله ما يقول. لا لا حبوب لا لا هذه هذه. طيب بس لما قاعد اكل التيست يا عيال. طيب ايش المشكلة بالعافية؟ التكس التكس الخوف ترى. واو. هذه اللزانية وربي ما تاكلها وربي ما هذا تيست هذا تيست يا ابو داوود شيف عامل دي عملنا كل طبقه بس ما نشحت احنا يا هذا المركز الاول هذه يبالها شويه تحسينات تمام هذه لك عليها هذه اديها شويه ايوه طيب هذا ما دكت لسه ثلاثة ثلاثة بالله اوبا ايوه اللازانيا ايوه ايوه خلاص كل انا انت خلص قل لي بزر ما في اي اضافات لا يعني انت هنا طلبت فوتوتشيني تدوق فوتوتشيني ما في فلسفه كل الاضافات فهمت بس اللازانيا فين يا عيال لذيذه ذي هذه اسطوريه هذه هذه خلاص هذه المرتبه الاولى ايوه غطى التصوير وغطى كل شيء هذه انا اتكلم عن الدكتور اقسم بالله ياكل اكثر من حبه ليش بتقول زي كذا ايش تبغى انت هو تست يا اخي طيب تست ايش تست مندوب طيب نذوق انت قاعد تاكل ابن الناس بالعافيه لخبطت الصينيه ولغوصتها الله يسامحك ايوه حبوبه ايوه دي على راسه اقمعه هذا يبالو مستودع فلزنه ذا والله معليش لا تعتذر لي لا تعتذر انا اللي بعتذر لي كيف الله وكيف اجبرت نفسي ومشيت وياك خلاص خلاص انا اسف انا اسف انا اسف بعد كده عشان تتعلم تجيب سيارتك معاك طيب اجيب سيارتي معايا ولا ولا اطلع مع واحد لا 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 تقول لا 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 قفل اسمها قفلها ها ايش تبغى؟ ثامر راهن وانا ابغى باري فيفا يبي يباريك انا مستعد مستعد؟ ما هو تراهن؟ ها تراهن؟ انا راهن ثامر راهن وبداني قبل راهن ليه انت مالي صلاح؟ انت تحدى انت عن كم؟ 500 تدفع انت؟ لا لا انا شو صلاح انا اللي تراهن؟ طيب ايش لك صلاح انت ليه تدخل؟ اسامة ما حيفوز شوف ايش طبت وجهه انت؟ اي انا تعرف هذا ايش معناه الناس تفهمها؟ تعرف ولا لا؟ علم عليه خلاص 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 مين انت يا ابن خلاص 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 خلاص